في سوريا أفادت قوات سوريا الديمقراطية بمقتل 25 شخصا خلال القصف التركي على مدينة رأس العين خلال 24 ساعة الماضية. وأشارت سوريا الديمقراطية أن الطائرات التركية تواصلت استهداف المدنيين رغم اتفاق وقف إطلاق النار، كما قصفت تركيا بالصواريخ عددا من المناطق التي تبعد 30 كيلومترا عن الحدود التركية. انضم إلينا الآن هاتفيا من جدة أستاذ مختار شعيب، الكاتب المتخصص في الشؤون العربية وأيضا نائب رئيس تحرير الأهرام. أستاذ مختار، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك زوجة إيمان، وصباح الخير على السادة المشاهدين. اهلا بحضرتك. اذا هناك يعني كان هناك في الصباح الباكر كان هناك اخبار عن مركبات بتنقل الاكراد من هذه المنطقه وفق هذا الاتفاق الذي تم بين انقره وواشنطن، ولكن لا يزال القصف التركي مستمر. يعني ما الذي يقصده اردوغان من هذا في رايك؟ اولا اردوغان يقصد ان يكون هناك انسحابا كرديا من الحدود التركية السورية، انسحابا تحت قصف النار، انسحابا تحت الضغط العسكري التركي، انسحابا تحت ضغط العدوان التركي على الأراضي السورية، لأنه أردوغان يريد بشكل أو آخر أن يبعد الأكراد وقوات سوريا الديمقراطية عن الحدود التركية السورية في حدود 40 كيلومتر، ليتسنى له إقامة ما يزعمه وما يتمناه وهو المنطقة الآمنة كما يزعم، لكن هي ليست بمنطقة آمنة، هي منطقة احتلال دائم للأراضي السورية. طيب هو بالفعل يا أستاذ، هناك عدة دلائل على ذلك. نعم هو بالفعل يا أستاذ مختار الأكراد بينسحبون من هذه الأماكن، ولكن وفق هذا الاتفاق، يعني لأنه المدنيين تضرروا كثيرا طبعا كما تبعت حضرتك من هذا العدوان التركي، ولكن حتى وهم ينسحبون من هذه الأماكن بيتم قصفهم وبيتم استهدافهم، يعني هل هذا يعني لا يلفت نظر مثلا الولايات المتحدة أو الدول الأخرى في أنه الهدف ليس فقط هو إزاحتهم أو التغيير الديموغرافي، ولكن الهدف هو إبادتهم أيضا؟ طبعا أردوغان يطمح دائما إلى إبادة الأكراد، لأن هناك عقدة تاريخية تركية مع الأكراد، وهو فعل الكثير في مناطق حتى داخل تركيا ما تسمى بالأناضول، أجرى تغييرات ديموغرافية كبيرة، وهو يتوعد دائما الأكراد باللقب، وهي دي ثقافة للأسف عثمانية تركية منذ قديم الأزل التي أبادت من خلالها تركيا الأرمن ثم السوريان وغيرهم من الفئات والطوائف الأخرى، وهم الآن يريدون أن يزيدوا الأكراد وأن يحدثوا نوع من التغيير الديموغرافي لمصلحة التركمان في شمال سوريا. ونعلم أن التركمان الذين أتى بكثير منهم أردوغان من الصين، ولذلك الصين الآن بتتحالف مع تركيا، هو سر التحالف أن أردوغان حاول أن يأتي بكثير من التركمان من الصين ثم يستوطنهم في تركيا حتى بعد ذلك ينقلهم إلى منطقة شمال سوريا. لماذا؟ لأن يريد أن يكون هناك أغلبية تركمانية في منطقة شمال سوريا على حساب الأكراد والعرب، وبالتالي تحت مزاعم وجود أقلية تركمانية هنا يطالب بضم هذه الأراضي السورية إلى تركيا. ولذلك تجد أردوغان يرفع شعار آن الأوان لإزاحة وانتهاء معاهدة السودان وغيرها من معاهداته المعادلة التي يزعم أردوغان أنها سوف تنتهي في عام 2023، وبالتالي أردوغان يريد أن يضم مناطق شمال سوريا إلى تركيا تحت سياسة التتريك الهادئ التي يقوم بها بقضم هذه الأراضي تحت عدة مزاعم. أولا الزعم الأول وجود أقلية تركمانية في هذه المناطق، الزعم الثاني أن هناك عدة قبور عثمانية قديمة في هذه المناطق أثناء الحرب العالمية الأولى وغيرها، وبالتالي هذه الأرض لابد أن تعود إلى تركيا كما عاد لواء الأسكندرون سنة 1939. الزعم الثالث الحقيقة هو يزعم أن آل عثمان امتلكوا عدة أراضي ومناطق شمال حلب وفي مناطق رأس العين والقمشلي، وبالتالي أردوغان يزعم أن هذه الأراضي أراضي تركية
ولا بد ان تعود الى تركيا. لذلك تجدين في خطابه الاخير وامام حزب العداله والتنميه شدد بالاستعمار ومحاولات الدول الاخرى تقذيف تركيا. هو كان يلمح الى هذه المطامح والمطامح التاريخيه التركيه في هذه المناطق، وبالتالي العدوان التركي ليس هدف فقط الاكراد، وانما هدفه الرئيسي والاساسي هو قبض مساحه تزيد عن ثلث سوريا جغرافيا في منطقه الشمال، حيث ان حدود السورية التركيه في حدود 912 كيلومتر، واريد ان اتمدد في الداخل الى حدود 32 كيلومتر، وبالتالي ثلث مساحه سوريا تقريبا يحتلها اردوغان للابد. شكرا جزيلا لك استاذ مختار شعيب، الكاتب المتخصص في الشؤون العربيه، وايضا نائب رئيس تحرير الاهرام.